وطبعا التوجيهي وفوبيا التوجيهي يمكن في كل البلدان العربية والعالمية، حتى في كل العالم ما في زي عنا التوجيهي له هذه الفوبيا وهذه الرهبة وهذا الوضع، يعني بصراحة إشي أوفر زي ما بيحكوا دائما. ولكن من ناحية يعني علم الاجتماع لابد أن نتحدث مع أستاذ علم الاجتماع دكتور حسين الخزاعي حول يعني التوجيهي وتعاملنا مع التوجيهي ومظاهر الفرح كذلك. دكتور حسين يعطيك العافية. دكتور حسين، كل التحية والاعتزاز إلى قناة اليرموك، يا مرحبا. الله يحييك ويبارك فيك، أهلا وسهلا فيك. بداية يعني دكتور، يعني التوجيهي يعني يمثل الكثير لدى العائلة في الأردن، ويعني الضغط الكبير على الأهل وعلى الطالب وصرف الوقت والمال والاهتمام بشكل كبير حتى تخرج النتائج. لماذا برأيك يعني هل يستحق التوجيهي فعليا كل هذا الضغط على العائلة وعلى الطالب، وهل هو وضع طبيعي أم له قراءة أخرى لديكم في علم الاجتماع؟ لا وشوف، هو الوضع مش طبيعي، نحكي طبيعي، لا هو مش طبيعي. خلينا نتحدث بكل صراحة وبكل أمانة، هذه المبالغة اللي بتصير بالاستعداد وبالتحضير وبالاحتفالات وبعملية خليني أحكي السلوكيات السلبية من أبناء المجتمع، من بعض الأبناء المجتمع، يعني هذه كلياتها للأسف الشديد سلوكيات يعني مش طبيعية ومش مقبولة. ولكن للأسف الشديد الدارج عندنا التقليد والعادات والتقاليد المتعلقة في النجاح عندنا بالفرح في الأردن، وخاصة في التوجيهي منذ سنوات طويلة. يعني خليني أحكي لك، إحنا أول سنة بدينا توجيهي في الأردن سنة 1961، وبدأت الاحتفالات يعني على الخفيف، ولكن في لما أنشئت الجامعات في الأردن، وخليني أحكي، وزاد عدد الجامعات في الأردن، وفي صار دخول التنافس الاجتماعي ما بين الأسر على الأبناء، ومحاولة الأبناء دراسة التخصصات اللي بدهم يدرسوها، صار التوجيه بتعرف مفتاح المستقبل، وصار في فرصة للناس إنهم الآن يعوضوا فرحهم، خاصة اللي ما حالفهم الحظ في النجاح في التوجيه بأولادهم وبأبنائهم وفي بناتهم، خاصة بعد يعني التقدم الكبير اللي صار في عملية تعليم الفتيات والالتحاقهم في الجامعات. فالنجاح احنا منقول هذا والفرح حق طبيعي، ولكن الآن أن نمارس هذه السلوكيات بهذا خليني أحكي بهذه الطريقة، هذا هو الشيء اللي مش طبيعي. والقضية الثانية المهمة يعني خليني أحكي لك اللي هي قضية النجاح في التوجيه وعدم النجاح في التوجيه، هذا اللي بخلي الأهل والأبناء عادة والمجتمع يعني يحاول أن يتباهى في طريقة التباهي، ولكن الفرح مشروع، لكن لأنه بيجي بعد تعب وبعد مشقة وبعد جهد وبعد صبر، وتعرف أنت الأهل وفرح الأهل في الأبناء. ولكن الآن اللي بصير عندنا المجتمع يعني للأسف الشديد لا زالت حتى الآن بالرغم من كل التوجيهات وبالرغم من كل الإرشادات اللي بنحكيها، إنه لا زالت العقلية حتى الآن متمسكة في الاحتفالات وفي المبالغة وفي البهرجة، ومن ضمن يعني خليني أحكي تقليد أعمى، ومن ضمن يعني الناس ما بدها تشعر بالنقص وبالنقصان، وبقول لك أنا إذا ما عملت لابني إذا نجح، طب شوف الناس شو بتعمل، شوف الناس شو بتعمل. اليوم أحكي لك شغلة، يعني من الصبح وأنا متابع الفوضى اللي صارت في والازدحامات اللي صارت اليوم، يعني هاي إدارة الأمن العام اليوم هلا طلعت التقرير لغاية يعني قبل ساعتين فقط 2315 مخالفة و2500
وتم المخالفات فيها إطلاق أعيرة نارية، هذا لسه اليوم ما انتهى بعده، وتعرف الاحتفالات بتظل كمان 3 أيام عند الناس. فهنا يعني هذه 2315 مخالفة ليش؟ وكلياتها مخالفات خطيرة، يعني إخراج السام من الشبابيك، خروج بمواكب، عرقلة السير، الصراخ، الأغاني، كل هذا خطر صحيح. هذا وهذا يعني كلياته بدأ في الذروة، خلينا نحكي بدأ في ذروة النشاط الاقتصادي، يعني الناس الساعة 8-9 كلها بتطلع لعملها وتيجي وتشتغل، وهذا كلياته يعني تعطيل للحياة الاقتصادية، وهذا تعطيل لحياة الناس الآخرين. يعني شو ذنب الناس اللي بدهم يروحوا على مستشفيات، ولا شو ذنب الناس اللي بده يروح على بنك، ولا على صراف، ولا بده على شغلة يعملها يراجع مختبر، ولا سيارة نجدة بدها تلاحق مجرمين لصوص تتأخر بسبب المواكب هاي مثلا، أو ناس مخالفين للأنظمة والقوانين. هون أنا نيجي بنحكي إحنا إعادة النظر مطلوبة، هذه السلوكيات وهذه العادات من المفروض أن نتركها نهائيا. كيف بدنا نتركها؟ بدنا نحد منها إحنا كمان، الكل يتعاون، أنت عندك وزارة التربية والتعليم، أنت عندك مجتمع، أنت عندك أهل، أنت عندك طالب، أربعة أطراف في القضية. إذا ما تعاوننا مع بعضنا مستحيل أنه هذا المهرجان السنوي الخطير إن ننتهي منه. خلينا نبدأ كتة للأهل الآن. الأهل أنتوا كمان هون عليهم دور كبير جدا في عملية، خليني أحكي، ضبط هذه الأمور. الأب يأخذ مفتاح السيارة من أولاده، هاي واحدة، ما يسمح للأولاد أنهم يطلعوا، ما يعمل احتفالات، يذكر الأبناء دائما بالتكافل وبالتعاون وبالتعاضد بين أبناء المجتمع. أنت الآن نجحت، ابن جيرانك ما نجح، ابن عمك ما نجح، ابن خالك ما نجح، قرابتك ما نجح، ما حالف الحظ. احنا مجتمع متكافل، مشاعر بتجمعنا، فما بصير انا اغني وابن الجيران مثلا هذا بيعمل، شوف هذا بيعمل نفور وبيعمل زعل وبيعمل غضب وبيعمل توتر بين ابناء المجتمع. هذول الاهل كمان انت بدك تحتفل، احتفل في بيتك يا اخي، احنا عادي احتفل. انا عندي والله احكي لك، عندي جيران الاولاد أولادهم جابوا 96 وجابوا 97، أكثر من توزيع شلوا ما صار. لا حدا حط مسجل ولا حط غناني ولا سيارات ولا ما يحزنون. هنا اللي بصير هذا تكافل، أنا هذا أروع أنواع التكافل. هي قضية. القضية الثانية، لا تسمح لأولادك يطلعوا بالسيارات، خذ مفتاح السيارة وسكر يا أخي الأب، أنت أضبط الموضوع. الأب الآن هون والأم أما تفرح بهاليوم وإطلاق وعيرة نارية و فرقيع وفتيش وهي الامور هاي كلياتها، هذا كمان ما بدنا اياه من الاهل يكونوا مساعدين. برضو كمان في عندك كمان في قضيه كثير مهمه، الطلاب نفسهم. لا ياخذكم الغرور يا اولادي، انا بحكي لابنائنا الان، انت نجحت بالتوجيه لا ياخذك الغرور، جبت علامه لا ياخذ، كن متواضع هون، كن متواضع، اشعر مع اصدقائك، اشعر مع اهلك، اشعر مع والدك او والدتك، مع أقاربك، مع أصدقائك اللي أنت وياهم 12 سنة وما حلفهم الحظ، اليوم أنت تيجي تعمل احتفالات وهو ما يعمل احتفالات. هاي قضية خطيرة جدا، ما بدنا نعمل نفور بين الأصدقاء ونترك بعضنا، ولا أنه نعمل مشاكل بين الجيران. وتخيل أحكي لك شغلة، يعني موكب يمر من حارة، والله يا أستاذ أحمد الحديث في قناة اليرموك والله ممتع، والله بتخلونا نحكي الكلام اللي لازم نحكي، بهمنا نسمع منك والله كمان. الله يخليك. ألا أنت موكب مر من حارة، والحارة فيها 3-4 ناجحين و3-4 راسبين، وهذولك قاعدين بيغنوا وموسيقى ومطلعين أجسامهم من السيارات وبصيحوا وبشحطوا في السيارات، يعني هذول الشباب. يعني بتعرف أحكي لك شغلة، أنا مرة شفت زي هيك موكب مر من حارة، لحقوهم الشباب الراسبين بالحجار كسروا السيارات. فهنا مظاهر شرارة العنف والغضب والتوتر هذا ما بدنا إياه بين أبناء المجتمع. صدقت. وخاصة أنت بتعرف دائما بدك تأخذ نسبة النجاح في التوجيه على مدار السنوات، ما عمرها تجاوزت 60% بحياتها، ما عمرها تجاوزت، حتى السنة هي أقل بكثير. وأنا بدنا نأخذ في 40% لأن يحالفهم الحظ،
فأنا ما بصير أجي أروح أعمل احتفالات وبارجات وإطلاق عير نارية وأدعي الناس وحفلات ودبكات والناس عندهم مريض والناس عندهم واحد كبار. نعم كل الظروف لدى الناس بتكون موجودة. الناس عندها ظروف في الشوارع، ما بصير أسكرها ولا بصير أغلقها. كمان اسمح لي يعني هون كمان في وزارة التربية والتعليم نقول لهم الله يعطيكم العافية، مراحل كثير أنتوا دخلتوا فيها واشتغلتوا وحضرتوا وعملتوا أسئلة وتابعتم وصلحتم وطلعتوا منها أجلاء. خلينا نحكي كالتالي، الآن من المفروض إحنا الآن في عصر في العصر الرقمي، عصر التكنولوجيا، وهذا الحكي أنا من 6 سنوات بحكي فيه. الآن إحنا نتيجة التوجيه تصل للطالب إما برسالة SMS أو رسالة على تليفونه. يا زلمة اليوم أنا بطلع أحكي لك شغلة يا أستاذ أحمد، شو إعلان في مول، إعلان في مول 400,000 بيصل في نص ساعة، إعلان لا إعلان في مول، تنزيلات في مول، بتصل برسالة SMS بنص ساعة بتوصل. فإحنا الآن الطلاب بنودي لهم رسائل SMS وما نعلن، أقول له إحنا مش بدنا نعلن اليوم مثلا اليوم النتائج، يوم النتائج خلينا نعلنها الساعة 6 المساء، ما في داعي يعلنها الساعة 10 واقتل الحياة الاقتصادية. أسكر أنا عمان أحكي لك اليوم المستشفيات اللي موجودة في مناطق جبل عمان وفي مناطق شمساني، مناطق هاي المناطق المحيطة كلياتها في عمان أزمة سير خانقة، كانت البنوك اليوم الناس مش قادرة تصرفها، كانت محلات الصرافة، المختبرات، الناس يعني أنت تدعو وزارة التربية. أنا ما بصير دكتور أنت تدعو، ما صدقنا والاقتصاد يتعافى عنا، إحنا ما صدقنا على الله والناس تشتغل وتطلع. بالله صاحب الدكان اليوم اللي ابنه نجح سكر دكانته وراح مشان يحتفل مع ابنه الساعة 10 الصبح، يعني بس دكتور أنا عشان بس أفهم منك، أنت اللي تدعو له أنه النتيجة يتم إرسالها يعني في أوقات متفاوتة لدى الطلبة؟ لا النتائج اسمح لي احكي لك، اعلان النتائج من المفروض ان لا يكون في وقت الذروه. نعم انا ما بروح بعمل النتائج في وقت الذروه الساعه 10، بعملها الساعه 6 المساء، الساعه 7 اول شيء بكون في تخفيف الضغط على استخدام الانترنت في الاردن وخاصه من قبل المؤسسات والشركات والقطاع الخاص. حتى هناك تصريحات انه ممكن السنه القادمه يتم ارسالها عبر يعني الرسائل لكل طالب وليس حتى ما يصير في ضغط او شيء كما انت تفضلت. هذا صح، انا قلت لك قبل شويه مول بيعمل تنزيلات بودي رساله بنص ساعه على 400,000 ل 500,000 ما في عندنا مشكله. فالان احنا بنحكي هذا الحكي من سنوات، ولكن مش مشكله ان تعمل او ان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي. احنا نفتخر من 2003 بدنا نعمل حكومه الكترونيه، والحمد لله يعني في صار عندنا خطوات وصار في عندنا تقدم. بعمل هذا الشيء سريعا للطلاب، وبعمل مؤتمر صحفي وبعلن اللي بدي اياه انا في المساء. والله انتم الصحفيين يا استاذ احمد 26 ساعة باليوم بتشتغلوا، لو الوزير عمل مؤتمر على 12 بالليل كلكم بتيجوا، ما حدا بيقول لا مثلا. هاي واحدة. القضية الثانية المهمة، وانا متاكد انه الوزاره التقطت الاشارات اللي صدرت من الطلاب ومن اهالي الطلاب فيما يتعلق بالامتحانات كلياتها ناخذها في عين الاعتبار، وانه احنا نحاول السنه القادمه ما يكون في عندنا اي ملاحظات. ايضا كمان قضيه كثير طب كثير مهمه. دكتور تفضل. المجتمع يتذكر انه احنا لازلنا تحت الكورونا، احنا في مرض الكورونا لا زال حتى الان منتشر صحيح وخطير، وبدنا ناخذ الضوابط، وراح يصير في زيارات بين الناس، وصار في مبادلات التهاني والتبريكات الوجاهيه. انا بنصح الناس اذا في كان لكم اقارب بين المحافظات اكتفوا بالتهنئه الالكترونيه او بالرسائل، والمجتمع عليه ان يعذر بعضه، ما في داعي ننتقل بين المحافظات مشان نبارك لأخونا ولا لبنت أختنا ولا لقرابتنا ولا لكذا عشان نجح بالتوجيه. صحيح هو نجاح مقدر وكذا، ولكن التمس لأخيك عذرا. الآن الناس تتقبل أعذار بعضها، الوضع الاقتصادي خطير، هاي قصة زي ما بقولوها النقوط والمعايدات والهاي خلينا نتركها شوي، لأنه الناس ظروفها كلياتنا أبناء طبقة متوسطة وطبقة فقيرة بالأردن، فخلينا نبتعد عن قصة الهدايا وقصة الانتقال بين المحافظات، وخلينا نقبل التهاني
اذا التعزيه اللي هي من فقدان عزيز علينا قاعدين بنقبلها من برسالة الإلكترونية هاي بدنا. الله يبارك فيك يا دكتور. وصلت. بضل علينا آخر طلب بس من أولادنا. اتفضل. اللي نجحوا بالتوجيهي. اسمح لي تأخرت عليك. إنه كمان أنتوا يا شبابنا ادرس حاجة السوق الأردني. ادرس حاجة السوق. أنت شوف حاجة السوق. شو بدك؟ شو بده السوق؟ ادرس. فما تظل تركز على المخصص. طب دكتور بالنسبة للأهالي اللي بيغصبوا أبنائهم على تخصصات أو بديات دكتور. لا 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 إحنا اليوم شوف إحنا اليوم ما بصير الأهالي. إحنا في عندنا توريث المهن صار بالأردن. في عندنا توريث المهن. المحامي ابنه محامي ما فيها، والطبيب ابنه طبيب، والمهندس ابنه مهندس، والصيدلي ابنه صيدلي، والقانوني. يعني هذا الحكي يا أخي من المفروض اليوم احنا ندخل في حوار مع اولادنا. تعال شو اللي بدك تدرس؟ بدك تدرس طب تعال شوف شو الوضع. بدك تدرس هندسه تعال شوف شو الوضع. ما واحد يقول والله السوق، لا ما واحد يقول ما بدي اشتغل بشهادتي. لا لا تردوا على هالكلام. صدقني حملت الشهادات بكره بس يخطوا شهادات، يعني بجوز 80% منهم لن يرضوا الا ان يشتغلوا بشهاداتهم، ولن يرضوا بأن يتنازلوا عن العمل بالتعب اللي هم اشتغلوا ودرسوا فيه. فأنت ادرس، روحوا على التعليم التقني. التعليم التقني بيجيب مصاري أكثر، هاي واحدة. واثنين يعني في حاجة السوق. السوق بحاجة الأمور التقنية والفنية. صحيح. نعم. صحيح. فإحنا هسه تعرف شو اللي بصير برضو كمان عند أولادنا. آخر نقطة بدي أحكي لهم فضل. إياها أنتوا يا أبنائنا الآن برضو كمان شوف أبوك وأمك وإخوانك بيقدروا علموك. ما تطلب منهم زي ما بقولوها، ما تطلب من أهلك المعجزات. انت انا رح احكي لك رقم خيالي هلا. 25% من الطلاب الأردنيين اللي موجودين الآن على مقاعد الدراسة الجامعية لهم اخوان اثنين في الجامعة. فانت بدك تكون رقم ثلاثة. فانت يا اخي، انت يا ابني ما درست السنة هاي، يدرس السنة اللي بعديها. خلي اخوك يتخرج. ابوك ما بيقدر يدرسك. ما تحمل ابوك المصاريف أكثر. حتى لو كان اذا كان مكرمه مثلا، او اذا كان بعثه، او اذا كان منحه، اوكي على عيننا وراسنا. بس انت كمان اذا ابوك بده يدرسك على حسابه، على حسابه وعلى حساب الاسره وعلى حساب نفقات الاسره، ويعمل خليني احكي اضطرابات واختلالات في موازنه الاسره، اجلها اجلها سنه وسنتين وثلاثة. وحياتك يا ابني يا أحمد. نعم. يا الله ما أحلى الحديث معاكم. الله يسعدك. والله أنا درست طالب في الجامعة قبل، يمكن بتذكر قبل 10 سنوات، 65 سنة عمره. 65 سنة عمره درسته في الماجستير. نعم. فبسأله مرة بقول له زلمة تدرس يعني؟ قال لما كبروا الأولاد ولما بدي أحقق طموحي. فالآن إحنا طموحك ما بيجي السنة هاي ولا السنة اللي بعدها ولا اللي بعدها، بجوز يجي في الوقت المناسب بتاخذ احلى شهاده. بس لا تثقل الاعباء على والدك وتحمله جميل انك انت نجحت والله وجبت معدل ولازم تدرس. واذا ما صحت لك الكرسي في الاردن او لازم تطلعك برا البلد. يعني دكتور اخر نصيحه هاي بعد الاخيره يا دكتور. دكتور الطلاب تفضل. اللي ما حالفهم الحظ في النجاح خليه هذا يكون درس وخبرة وفائدة لكم. عيدوا بناء أنفسكم من جديد واستفيدوا من الأخطاء اللي وقعتوا فيها، وإن شاء الله السنة الجاية تكون إن شاء الله يعني علاماتكم أكثر، والأهل يعطوكم فرصة، وخاصة البنات. أنا بقول له الأهل يعطوا الفرصة للبنات وللشباب اللي ما حالفهم الحظ إنهم يعيدوا التوجيهي. والتوجيهي هو مفتاح المستقبل يا أستاذ أحمد. نعم. ضروري صحيح. يكون معهم توجيهي. صحيح. ولكن اللي ما بيقدر، اللي ما قدر السنة يعني لا حول ولا قوة إلا لا يضغط على ظروفه أو إنه يروح إلى سوق العمل ويحاول يوفق بين العمل والدراسة. نعم. يعني دكتور حسين، يعني هذه نصائح يعني تكتب بماء الذهب. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع، وتحدثت لنا عن نصائح للطلبة الناجحين والذي لم يحالفهم الحظ، وكذلك نصائح في الدراسة وكيفية الفرح وأدب الفرح حتى كذلك، وكيف نشعر، وهذا ضمن موضوع مهم حقيقة. ويعني أنت لمحت إليه وما كان في بالي، يمكن كثير من الناس اللي بذهب بمظاهر الفرح ليعني
بطريقة همجية وطريقة كبيرة، ولا يراعي أن هناك أناس ونسبة كبيرة أيضا لم يحالفهم الحظ. بالتالي جميل هذا الشعور أن نشعر به، جميل أن نفرح ويجب أن نفرح، ولكن بأسلوب جميل وحضاري، وأن لا يجرح الآخرين أو الذين لم يحالفهم الحظ. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور حسين الخزاعي أستاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معكم إن شاء الله مشاهدينا.